دي منتجات بيج صبايا. بيج صبايا بتقدم منتجات مغربية كلها طبيعية 100%. احنا معانا هنا صابون بلدي مغربي بزيت الورد، هو فعلا ريحته ورد جدا ولونه بينك زي ما انتوا شايفين. على فكرة الحاجات دي تنفع قوي في هدايا عيد الام. وده ارجان اويل، زيت الارجان طبعا معروف ان هو بيطول الشعر وبيتقله. ده كريم فود، كريم للقدمين، ريحته حلوة كده زي ريحة الورد. دي زبدة اللي هي الباتر، ماشي، بتكون للشفايف علشان اللي عندهم تشققات في الشفايف. طبعا الشتاء بيعمل كده كتير، فدي ساعات بنكون محتاجينها قوي. ده بقى مهم قوي، ده مكثف الرموش. ده طبعا انتوا عارفين ان احنا في بنات كتير قوي بتبقى عايزة ان هي تطور رموشها وتتقلها بحاجات طبيعية. ده بالخروع، والخروع معروف طبعا تأثيره في تطويل الشعر او تطويل الرموش. ريحته طبيعية قوي، او تحس هي ريحته اعشاب. ده زيت الحشيش الاخضر بالاعشاب الطبيعية والزهور البرية، بيطول الشعر بطريقة هايلة وبيديله لمعان مع تساقط الشعر. موجود برضو في بيج صبايا. ده بلسم طبيعي معمول لجميع انواع الشعر، مش مثلا للشعر الدهني او الجاف، لا هو معمول لكل انواع الشعر بالارجان والشيا وخلطة كده معمولة بالاعشاب عشان برضو تقوي بصيلات الشعر. حلو قوي قوي قوي، خطير. ده شامبو بالروزماري. طبعا الروزماري معروف ان هو بيطول الشعر وبيتقله. طبعا بوكس صبايا زي ما انتم شايفين بيبعتولنا فيه الليفة المغربي، صنع المغرب اهي. دلكة البيضاء المغربية، انا مش عارف ايه هي الدلكة البيضاء بس انا ايه هجربها، بس شكلها خطير. سيرم بيقوي الاظافر وبيعمل تنعيم للمنطقة اللي هي المحيطة بالضوافر، من بيج صبايا. لا ده حلو قوي، ريحة فريشنس كده مع اكنها ريحة النظافة، يعني ريحة الشاور. شكرا جدا بيج صبايا على الحاجات الكثير الحلوة دي، وهجربهم وانا فعلا مبسوطة بيهم قوي. وعلى فكرة انا استخدمت من البيج دي قبل كده الصابون المغربي وطلع يجنن، فدي مش اول مرة اتعامل معاهم، يعني انا اتعاملت معاهم كذا مرة والحاجات بتاعتهم تجنن وحلوة جدا جدا جدا. ميرسي ليكم.